القردون، قردون، العصامة، اللواية والقردوف وغيرها من التسميات اللي طلقت على عادة تقليدية جزائرية لتمليس الشعر بلا ما نستعملوا أدوات كهربائية لتقدر تضره، وهي طريقة تقليدية متوارثة على الجدات من البكري باش نرطبوا الشعر بعد ما نغسلوه نمشطوه مليح وندلكوه ببعض الزيوت الطبيعية اللي تساعد في الحفاظ على فروة الرأس. من بعد يتلف الشعر بشريط قماشي طويل أكثر من 2 مترات، وهذا حسب طول الشعر، والقماش يكون برتقالي اللون يشبه بزاف الفوطة الجبة القبيلية. من بعدها يخلوه لأطول مدة ممكنة باش يتحصلوا على نتيجة أفضل، ومن الأفضل أنه يبقى في الشعر ليلة كاملة، وكي يتنحى يكون شعر مملس وناعم كما الحرير. وتعتبر هذه الوصفة سحرية للمرأة باش تحصل على شعر أملس وجميل. ظهر القردون في زمن ما كانش فيه متوفرة أدوات تجفيف الشعر الحالية، مع الوقت ولا القردون الجزائري كروتين يومي وقطعة ضرورية في لوازم الحمام.